منذ قائمة الإعفاءات اللي صدرت في 1 جوان 2022، والقضاة في حالة رعب لأنهم تم نزع كل ضمانات الاستقلالية عليهم، الضمانات المؤسساتية اللي تتجسد في المجلس الأعلى للقضاء المستقل تنحات، لأن المجلس الموجود حاليا هو مجلس منصب ومتابع للسلطة التنفيذية. الضمانات الذاتية للقاضي باش هو ينجم يعمل في أريحية نزعت عليه. القضاة الآن يجرون جرا إلى تفقدية وزارة العدل لتتبعهم تأديبيا، يجرون جرا لرفع الحصانة عنهم، يجرون جرا في أبسط معناها ملفات حتى بملفات مفبركة لرفع الحصانة عليهم وتتبعهم جزائيا. اليوم القاضي إذا لم يودع أحد المتهمين يخشى أن يودع هو، كما قال أحد القضاة للمحامين مثل ما ورد في شهادة أحد المحاميات. اليوم لا تنتظروا كثيرا من عدالة مرعوبة خائفة، الذين يتصدون لم يعودوا كثيرين أو أصبحوا خائفين لأن عدا منهم أو من نظرائهم تم عزله، وهو الآن بصدد تلقي أو انتظار قرار في إيقافه أو الحكم عليه. وقت القضاة يشوفوا زميلهم قاضي التحقيق بقطب الإرهاب في المكتب عدد 23، وقت يتخذ قرار احتياطي بترك أحد المتهمين بحالة سراح، من الغد يتم غلق المكتب متاعه ويتم إيقافه عن العمل بقرار من السلطة التنفيذية، ويتم إرسال تقرير للمجلس المؤقت لإعفائه حالا. هذا شنو نجم يؤدي بالنسبة للقضاة اللي يعملوا معاه في نفس القطب وإلا بقية القضاة اللي يعملوا في المحاكم؟ دونك هذا أجواء من الخوف الكبير، وهذا اللي احنا يخوفنا، لأنه ما نجمش القاضي وقت يكون خايف يعطي حقوق للناس. يبدو أن وزيرة العدل استخدمت قانون 67 لتسديد شغورات في وظائف هامة بمجرد مذكرة عمل. تصور معناها عدنا إلى قانون 67، تصور نحن في الممارسة عدنا إلى ما قبل 67. ما يقوليش راهو، لا تقولوا لي لا 4 قانون 54 وأمر 54، أنت راك قاعد تحط في يدك على القضاء يا سيد رئيس، ونوجهها لك، راهو الكلمة أحببت أم كرهت قاعدة تحط في يدك بطريقة أو بأخرى، لأنك أنت حطيت كل القوانين على جانب وقاعد تعطي في قرارات أحادية وحدك من عندك، نحي وهذا جيب هذا حط هذا. احنا نعرفوا تولي تسميه الكل نعرفوهم، راهو ما احترامي لهم انا نعرفهم شخصا. اعطيني واحد ما كانش من الدوائر نتاع وزيرة العدل وتفهموا اللي كان اللي راضي عليهم هي وقت اللي كانت قاضية حطتهم، واللي مش راضي عليهم نحيهم. نحن ليس لدينا مع هذه السلطة كما يقال خزمة ولا ميزان، نحن نعيش العبث وننتظر كل يوم كارثة قانونية وإجرائية.